والدعوة إلى الله تعالى لا تكمل ولا تؤتي ثمارها إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الداعي إلى الله مخلصاً لله تعالى في دعوته، بأن يقصد بدعوته التقرب إلى الله ونصر دينه وإصلاح عباده بإخراجهم من ظلمات الجهل والعصيان إلى نور العلم والطاعة والإيمان، فتكون دعوته نابعة عن محبة لله ولدينه ومحبة الخير للناس أجمعين. الأمر الثاني أن يعتقد أنه بدعوته وارث لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في نشر سنته وهديه، ليكون ذلك حافزا له على اتباعه في الدعوة إلى الله تعالى والصبر فيها ورجاء الثواب عليها. الأمر الثالث أن يكون الداعي إلى الله تعالى عالما بشريعة الله التي يدعو إليها، وعالما بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية، وعالما بأسلوب الدعوة، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من البصيرة فيما يدعو إليه بأن يكون عالما بشريعة الله، ليدعو الله تعالى على بصيرة وبرهان حتى لا يضل أو يضل، لأن الداعية إذا لم يكن عنده علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح، ولا يتمكن من الدفاع عن دعوته وإقناع خصمه.